الورشة في الاستمرار الطويل المدى أظن فوق 40 سنة 79 نعم، فيعني عمر طويل ممتد مستمر في كفاح وجهاد وعطاء يعني غير مسبوق، وأعتقد أن كل المثقفين المصريين الجادين يعني مروا بسكة الورشة دي وخرجوا منها في يوم من الأيام. نزل تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أنا طبعا بعد الكلام العظيم اللي قال ما ليش إضافات، لكن عايز يعني أتكلم عن الدكتورة كريمة الزميلة والصديقة عمرنا، مش عايز أقول لك بقالنا قد إيه نعرف بعض، لكن على الأقل كام 50 سنة دكتورة كريمة؟ من 50 سنة بالظبط، 50 سنة دي يعني تقريبا ما انفصلناش، يعني لأننا فينا نفس العيب والفكر الاشتراكي، ويعني لازلنا مع بعض في الحزب الاشتراكي ودخلنا السجون مع بعض وعملنا مظاهرات ومؤتمرات وندوات واصطدمنا بالسلطة في شتى تلويناتها. والحقيقة يعني يمكن العمل السياسي ما بياخدنا ما بيخليش الواحد تيجي فرصة انه يعني يشكر الناس على ما قدموه. انا اكتر واحد يعني يستطيع ان يثمن ما قدمته الدكتورة كريمة للعمل العام في مصر. 50 سنة من الرفقة والصداقة والزمالة لم يعني تتأخر الدكتورة كريمة عن القيام بواجبها كما ينبغي، وهي مريضة وهي عيانة وهي عندها أولاد وهي داخلة من السجن وهي خارجة من السجن وهي عندها زوج مسؤول عنه، في كل أوقات الليل والنهار يعني ممكن فعلا تلاقي الدكتورة كريمة جاهزة يعني 100%. وأحيانا أنا بشفق عليها لأنه نبقى مثلا لحد الساعة 1 بالليل في اجتماع أو أي يعني ندوة زي دي أو كده، وبعدين الصبح الاقيها في اسكندرية. يعني الحقيقة هي نموذج لإنسان يعني أعطى قضيته كل ما يملك من حياته، والمحبة اللي الناس يعني بتقابل بيها الدكتورة كريمة هي الرد الطبيعي على ما قدمته كريمة على مدى 50 عام. أنا يعني عاصرت في 50 عام دول كل السياسيين المصريين أجيال وراء أجيال، أعرفهم معرفة وثيقة بكل تفاصيل حياتهم. أعتقد إنه الدكتورة كريمة نموذج فريد، لم يستفد من العمل العام بقرش سنة واحد، وهي تصرف عنها زينا كلنا يعني على مواقفها الوطنية ويعني جهدها يعني من كفاحها ومن كد عراقها دون ان تسمح، ولا ان احنا اي واحد مننا سمح انه يمد ايده يعني تمويل اجنبي او راس مالي او غيره، لان احنا مؤمنين بالفعل انه احنا منحازين للناس واحنا من فقراء الناس ويعني فخورين بالانتماء الى الطبقات الفقيره من المجتمع. ما صنعته الدكتوره كريمه في كتابها هو الحقيقه يعني هو حياتها، انها عايشه لهذه الطبقه من المجتمع، وهي والدكتور محمد وكل والده والاستاذ شعبان وحضراتكم، احنا كلنا تقريبا من نفس هذه الطبقه المنحازه الى جماهير الشعب اللي نفسها تشوف البلد دي واقفه على رجليها وبعيدا عن الفساد والخراب يعني الارهاب والقمع والحاجات دي كلها. فانا يعني مش عايز اطيل، لكن عايز استغل هذه اللحظه عشان اشكر الدكتورة كريمة جدا شكر يعني عظيم على كل ما منحته للبلد دي من عطاء في صمت وفي يعني كبرياء المواطن الحقيقي، وبتمنى لها الصحة والسلامة وانها تكمل المسيرة اللي بدأتها، وحتى اذا لم يستطع جلده الذي قدم اقصى ما يستطيع ان يقدمه، حتى اذا لم يستطع ان يعني يغير تغيير حقيقي في المجتمع
على الأقل الأجيال القادمة هتيجي تقول إنه كان في لحظة من اللحظات هناك جيل حاول أن يغير زمن كان قاسي جدا، والعنف والعدوانية وكراهية الحرية في المجتمع كانت عميقة لدرجة يعني إنها صدرت أحلامه في التغيير، لكن حياة الشعوب ما هياش حياة جيل. إحنا يعني جزء من مسيرة طويلة ممتدة بقالها مئات السنين تحاول أن تنقذ هذا الوطن وتتقدم به إلى مراتب يستحقها عن جدارة، لكن عندنا ثقة أنه حتى إذا جيلنا لم يستطع أن يكمل هذه الرحلة فالأجيال القادمة قادرة على تحقيق هذا الأمل، والأمل في الشباب القاعدين هنا إن شاء الله. شكرا جزيلا.